أدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه. احنا قلنا ومشينا دائما بشفافية قبل الانتخابات ومن بعد الانتخابات أن التغيير مثل ما طلبه الحراك المبارك تغيير سلمي، ولكن تغيير جذري. التغيير الجذري يجي على أساس الدولة اللي هو الدستور. ما نقررش أنا في مكتب جماعة ولا قال نديرو هاك ولا نديرو هاك، الشعب هو اللي يقرر.